أخبار اليوم. مليان اضرب اضرب في المليان، يهمك داعش ولا إخوان؟ اضرب، كل الشعب معك بيحبك، اضرب تاني كمان وكمان، اضرب جامد من غير رحمة، واقتل كل خير وجبان، وفيش يوم تاني يعدي من غير ما احنا نعيش في أمان. دول مأجورين من أعدائنا كلاب واتحالفوا مع الشيطان، دخلتوا في سكة مسدودة يا سفلة يا قطاعين الروس، ورجالنا جاهزة وموجودة يا أسفل من التتار والمغوص، هنخلي أيامكم سودة ولا جبتتكم بكرة ندوس، لو رجالة تعالوا واجهونا، وقفوا بصرنا أو حرفونا، ينحربوا أصلاً لعبتنا وهنديكم فيها دروس. الشهيد راح ناخد طاره، ده الواحد منا صدومية، ولازم نكويكم بنار ومفيش معاكم حنية، جابوكم من أي مصيبة يا قطاعين الطرية حرامية، قولوا لسيادكم مصر بخير وبلادها وولادها آخر رجولية، على أي أرض قابلوها هتلاقوها جاهزة ومستنية. اتحدوا يلا يا عرب، جهزوا جيوش جرارة، ده انتم فرسان في الحروب بتحاربوا بكل جسارة، وهنضربهم بالمركوب ونشوفوا على ايدنا الخسارة. يلا يمينة وهات يونان، انتم محمد وعمارة، اضربوا دايما في المليان، واقضوا على الجماعة الهضارة، والدنيا بكرة هتحلو ومعانا ربنا ونصور الدولة.